افتراق الايه؟ الصديقان. افتراق الصديقان لان شاول وداود كانوا هما الاثنين بيحبوا بعض قوي، اصدقاء جدا، في علاقه محبه بينهم، وفي عهد حب بين الايه؟ بين الاثنين. لكن في اللحظه دي في الاصحاح ده هيبتدوا يفترقوا عن بعض. لكن مع بداية الإصحاح بتاعنا النهاردة يقول: فهرب داود من نايوت في الرامة، يعني ذهب من نايوت إلى الرامة. هرب ليه؟ هرب الحكمة تستدعي ده. لما يكون الشر بيجري وراك مهم قوي إنك أنت تهرب من الشر، أوعى تواجه الشر، مهم قوي إنك تهرب من الشر. لكن في فرق بين الهروب من الشر والهروب من الاضطهاد. نحمية قال كلمة رائعة في سفر نحمية، قال: أرجل مثلي يهرب؟ ليه؟ لأني كانت في ناس بتضطهد إيه؟ نحمية. لكن لما يكون بيواجهنا الشر ما جيش وأقول ما هربش، اهرب من الشر. لأنك لما تقف قدام الشر أنت من جوة هتتعب نفسيا، وهتحاول بقدر الامكان انك ترد الشر بالايه؟ بالشر. فالنهارده ما ينفعش يكون في مبادره مني ان انا اقف قدام الشر، مهم قوي ان انا اهرب. واهرب منين؟ من الاماكن اللي انا قاعد فيها. بس من الاماكن اللي انا قاعد فيها اهرب لفين؟ الى الرامة. اهرب الى الرامة، ومعنى كلمة الرامة المرتفعات أو الأعالي. يعني مهم قوي لما يواجهك الشر إنك تطير للإيه؟ للأعالي. ارفع إيدك لفوق للأعالي، بص لفوق، بص لفوق، لأن المعونة ما بتجيش من تحت، المعونة دايما بتيجي منين؟ من فوق. رفعت عيني إلى الإيه؟ إلى الجبال. ليه من الجبال؟ من حيث يأتي عوني. هناك يأتي العون، من هناك يأتي العون، من هناك أتلقى يد الله الذي تعطيني القوة لمواجهة الشر. وجاء وقال قدام يونسان، جه وقف قدام يونسان لما هرب، اتقابلوا مع بعض: ماذا عملت؟ وما هو اسمي؟ وما هي خطيتي أمام أبيك حتى يطلب نفسي؟ ووقف هنا قدام يونسان الابن، قال له: قل لي أنا، إحنا الاثنين بنتكلم مع بعض كأصدقاء، أنا عملت إيه في أبوك؟ إيه هي الخطية بتاعتي؟ علشان أبوك عاوز يقتلني، إيه هي الخطية؟ لو في خطية قل لي. يونسان عارف ان مفيش خطايا في قلب داود تجاه ابوه، ده عارف ان داود بيحب ابوه جدا. ليه؟ لان المواجهه بتاعته امام جلياط كان مين المفروض يواجهها؟ شاول. مين اللي يقف قدام شاول للحرب؟ المفروض مش واحد من اللي موجودين في الجيش، ده شاول هو رجل حرب مخضرم، يعني دخل حروبات كتير وحارب كتير، المفروض هو اللي يقف قدام جلياط. لكن تراجع شاول وكان في المقدمة هو داود. يبقى مين اللي أخذ موقف الحرب؟ داود وليس شاول. مين اللي معرض للموت؟ داود وليس شاول. فتلقى الحرب هو داود. فمن يحب شاول؟ هو داود. مش عايز مسيح الرب يتمد عليه ويموت، فأنا بدالك. فيونسان عارف الفكرة دي كويس، مقدر ده كويس، عارف ان داود يحب شاول، قال له حاشا، فقال له حاشا لا تموت، انت مش هتموت، ما تخافش، ابويا بيفكر لكن انت مش ايه؟ مش هتموت. هوذا ابي لا يعمل امرا كبيرا
ولا أمرا صغيرا إلا ويخبرني به. ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر؟ ليس كذا. أبويا، خد بالك يا داود، أبويا ما بيخبيش عني حاجة وبيحكي لي التفاصيل. لو في أي حاجة أنا هقول لك، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أنت ناسي إن أنا بحبك كنفسي؟ أصل في الإصحاح رقم 18 يقول إن يونسان أحب داود كإيه؟ كنفسه، يعني زي ما بيحب نفسه. بيقول له أنت ناسي إنك أنت مش هتموت، أنت مش هتموت يا داود من قبل أبويا شاول. عارف ليه؟ لأن أنا اديتك حبة أسلحة. إيه الأسلحة اللي اديتها لك؟ أنت فاكر إن أنا اديتك الجبة؟ أنت فاكر إن أنا اديتك ثياب؟ أنت فاكر إن أنا اديتك سيف؟ أنت فاكر إن أنا اديتك منطقة؟ أنا كل ده اللي اديته لك دي كانت عبارة عن أسلحة دفاعية وأسلحة حرب. فطالما معاك أسلحة أنت قدام أبويا مش إيه؟ مش هتموت. أنت معاك أسلحة. إحنا اتكلمنا على الأسلحة ديت، اتكلمنا عن المنطقة، اتكلمنا عن السيف، اتكلمنا عن القوس اللي ادهوله، اتكلمنا على الحاجات دي كلها. لكن يونسان مدرك تماما أن شاول مش هيموت داود. ليه؟ لأني هو مديله حبة أمور يستند عليها. دي نقطة. لكن قال له بص بقى، في حبة أمور كتير أبويا بيحكي معايا، مستحيل إنه هو مش هيحكي معايا في حاجة. أنا أي حاجة هتحصل أنا هقول لك. يقول في العدد 3، فحلف أيضا داود وقال إن أباك قد علم إني قد وجدت نعمة في عيني. يا سلام، أبوك عارف إن أنا ليا نعمة فين؟ في عينيك. أبوك عارف إنك أنت بتحبني. طيب هو داود وجد نعمة في عين يونسان ليه؟ هو أي حد يتوجد نعمة في عين الآخر؟ لا، مش أي حد. أصلي داود فيه مميزات مختلفة. أولا داود حطت إيده في إيد الرب. داود رجل مسبح. داود رجل صلاة. واللي فيه الصفات ديت لازم يلاقي نعمة في عيون الإيه؟ اللي حواليه. لازم يلاقي نعمة في عيون اللي حواليه. ليه الناس بتحبك وما بتحبش فلان؟ اصل انت حياتك مع الرب، وطالما انت ماشي معاه وحاطط ايدك في ايده كل اللي حواليك بيعملوا ايه؟ بيحبوك. لكن اللي مش حاطط ايده في ايد الرب اللي بيحصل الناس بتقول عنه كلام كتير ومش حاطه عينيها عليه، وممكن تقول عليه كلام مش كويس، ممكن قوي. لكن داود لانه فيه صفات رائعه جدا، في صفات رائعة جدا، لقى نعمة في عيون مين؟ يونسان. قال له أنت أنا ليا نعمة عندك في عينيك، أبوك عارف الكلام ده، وعلشان كده مش هيقول لك حاجة. فقال لا يعلم يونسان هذا لئلا يختم، ولكن حي هو الرب وهي وحية هي نفسك، إنه كخطوة بيني وبين الموت. قال له خطوة بيني وبين الإيه؟ الموت. داود بيقول له يونسان الكلام ده، ده خطوة بيني وبين الموت. أبوك مش هيحكي كل حاجة قدامك لأنه عارف إنك أنت بتحبني، لكن أنا بيني وبين الموت إيه؟ خطوة. بيني وبين الموت خطوة. حد يقدر يقول الكلام ده؟ لو قلت لحد الكلام ده يقول بعيد عنك بعد الشر، صح؟
ليه؟ لا الناس مش عايزة تموت. لكن داود حطت الموت قدام عينه. اللي حاطت الموت قدام عينه دائما بيكون متمسك بمين؟ والله. بيكون عينه على الرب. علشان كده لو انا حاطت عيني على الموت هعرف ان كل خطوة بخطيها ممكن تؤدي الى الموت. فانا هاخد حذري كويس. هراجع نفسي كويس. انا فين؟ انا فين من الله؟ انا علاقتي فين؟ ولو حسبت حساب النفقة عاوز اقول لك انت ماشي في الطريق للملكوت. داود حاسبها كويس. حاسبها كويس قوي. وقال كده ان بيني وبين الموت خطوة. فقال يوناثان لداود مهما ايه بقى؟ مهما تقل نفسك افعله ايه لك؟ اللي انت عايزه انا ايه؟ هعمله لك. مش اي حد يقول للتاني اللي انت عايزه اعمله لك. مين اللي يقول لاي حد الكلام ده؟ لا ده لازم يكون شخص انت يعني بتحبه فوق العادة. يعني مش شخص عادي. ده شخص عندك ليه قيمة غير عادية. اللي انت عايزه اعمله لك. ما تتقلش على فكرة لواحد زميل في مكتب. ولا تتقال لواحد ماشي معك في الطريق. لكن دي تتقال ممكن للابن. ليه؟ لان الابن بيبقى غالي على الايه؟ على الاب او على الام. اللي انت عايزه هعمله لك حتى لو هديك نفسي. هو هنا قال له الكلمات ديت. اللي انت عايزه انا هعمله لك. فقال داود ليوناثان هوذا الشهر غدا حيثما اجلس مع الملك للاكل. ولكن ايه؟ ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث. ايه الموضوع بتاع الشهر ده؟ بيقول هوذا الشهر ايه؟ غدا. بداية الشهور كان بيتعمل فيها ان الملك كان بيعمل فيها ولائم. بداية الشهور عند اليهود كان الملك بيعمل فيها وليمة وبيدعو فيها كبار الرجالة بتاعته واللي ماسكين الحرب والوزراء والمحافظين. بينده للناس كلها تعالوا انا عامل وليمة وهنقعد فيها وهناكل مع بعض. قال له الوليمة دي ابوك اكيد هيجي ويدور ايه علي. ليه؟ لاني مسلمني 1000 جندي وانا راجل كبير بالنسبة له لاني قتلت جلياد الايه الجبار. فانا ليا موضع في المكان بتاع الجلسة بتاعت الملك. ليا مكان. حلو انك ليك مكان يا داود. ده انت تفرح بده. لا بس انا هفرح مش اي ملك. انا ليا قاعدة عند الملك بس الملك ده عاوز يقتلني. طب لو ما كانش عايز يقتلك ده انا يبقى قعدتي مع الملك حلوة. مين ما يقعدش مع الملك؟ الكل يحب يقعد مع الملك. لكن انا ما اقدرش اقعد مع الملك ده لانه بيطلب نفسي. قال له الشهر بكرة وانا هكون المفروض قاعد. لكن لو سمحت ارسلني. مين اللي يرسل التاني؟ خدوا بالكم من الكلمات لانها مهمة قوي. يوناثان هو اللي يرسل مين؟ عارفين في الحقيقة المفروض داود ما يقولوش ارسلني. انتوا عارفين ليه؟
لأن داود هو إيه؟ لأن داود ملك، لأن داود ملك، وهو عارف إن هو ملك. أصحيح في ملك يعني هو اللي بيتحرك في المملكة وهو اللي بيحارب حروبات المملكة، لكن ربنا رافض الملك ده. فطالما يا داود أنت ملك، المفروض ما تقولش لابن الملك التاني ارسلني. لكن داود دائما حاطط نفسه في اتضاع، شخص متضع، ودائما المتضع يستخدمه الرب، اللي دائما حاسس انه هو اقل، لانه هو حاطط في نفسه في مرتبه قليله، لان في اعظم مني. وهو بالنسبه لداود ان شاول اعظم منه، ده بالنسبه لداود. ليه؟ لانه هو مسيح الرب، فهو متضع لانه عارف انه في مسيح موجود ممسوح، شاول ممسوح، فانا لازم اكون في 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 الدرجه الثانيه. طب ما انت الدرجه الثانيه، بتقول لي اليونسان كده ليه؟ اصل ده ابن الايه؟ ابن الملك، وطالما انا بؤتمر من الملك والملك مش موجود، يبقى ممكن اؤتمر من مين؟ من ابن الايه؟ من ابن الملك. فالارساليه اللي اخدها للتحرك اخدها من ابن الملك، فقال له ارسلني. طب ليه؟ قال له علشان استخبى من ابوك لغايه اليوم الايه؟ اليوم الثالث. طب وبعدين؟ يعني ابويا مش هيدرك ده؟ لا هيدرك. واذا افتقدني ابوك، يعني لو ابوك حس ان انا مش موجود، فقل قد طلب داود مني طلبه ان يركض الى بيت لحم مدينته، لان هناك ذبيحه سنويه لكل العشيره، فان قال حسنا كان سلام لعبدك، ولكن ان اختاز غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده، فتعمل معروفا مع عبدك، لأنك بعهد الرب أدخلت عبدك معك، وإن كان في اسم فاقتلني أنت. اللي حصل هنا، داود قال له بص، أبوك أكيد هيبص كده ومش هيلاقيني، فلما يتكلم معك قل له كده، قل له هو زي ما أنت بتعمل وليمة هنا، هو راح يعمل الإيه؟ يحضر الوليمة في بيت، في بيت لحم عند أبوه، لأن في هناك برضو ذبيحة سنوية بتتقدم. لو أبوك قال سلام يبقى خلاص في سلام، ولكن لو اختاص واتضايق وبان عليه الغضب، اعرف أن الشر جاي إيه عليا. قال له بص، أنا قلت لك الكلام ده، ولو كان فيا خطيه، لو كان فيا اسم، اعمل ايه؟ اقتلني انت، اديك انت قدامي، تبقى بايدك احسن من ايد ايه؟ ايد ابوك، لانك انت على الاقل بتعمل ايه؟ بتحبني، لكن ما تجيش بيا لغايه ايه؟ ابوك، ما تسلمنيش لابوك. فقال يونسان حاشا لك، لانه لو علمت إن الشر قد أعد عند أبي ليأتي عليك، أفما كنت أخبرك به؟ يعني أنا لو عرفت إن في شر جاي من عند أبويا، أنا مش هقول لك، ده أنا لازم أقول لك، أنا لازم أقول لك، ما أقدرش أسيبك كده. ودي كانت كلمات مين؟ يونسان. لما قال له الكلمات دي، حصل عهد ما بينهم هما الاثنين. ايه هو العهد ده؟ يقول فقال يونسان لداود، من يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا؟ مين اللي هيقول لي؟
فقال يوناثان لداود تعال نخرج إلى الحقل، تعال نخرج لبر. فخرج كلاهما إلى الحقل، وقال يوناثان لداود، قال له إيه؟ رب إله إسرائيل. يعني هنا كان إن يوناثان بيعمل إيه؟ بيحلف رب إله إيه؟ إسرائيل. ودي كانت العادة عند الإسرائيليين، إن لما يجي يتكلموا عن قسم وعهد بين الاثنين مش بالمعنى الحلفان لكن بمعنى عهد، يدخلوا في عهد هما الاثنين بين طرفين، فيذكر ان اللي بيني وبينك اله ايه؟ اله اسرائيل. متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غد؟ فان كان خيرا لداود ولم ارسل حينئذ فاخبره. وبعد كده يقول له ايه؟ فهكذا يفعل الرب ليوناثان وهكذا يزيد. يعني لو في اي حاجه انا هخبرك بيها ما تقلقش، لكن لو استحسن ابي الايه الشر نحوك فاني اخبرك وايه واطلقك. يعني يمشي، يعني انا هاجي واتكلم معاك وايه واقول لك امشي، مش هسلمك ما تخافش. لكن في حاجة كان خايف منها يوناثان، علشان كده ربط العهد بينه وبين داود وحط إله إسرائيل في النص. إيه هو؟ بصوا الكلام اللي جاي، فتذهب بسلام وليكن الرب معك كما كان مع أبي، ولا وأنا حي بعد تصنع معي إحسان الرب حتى لا أموت. إيه الكلام ده؟ خدوا بالكم من الكلمات، ولا وأنا حي بعد تصنع معي إحسان الرب حتى لا أموت، بل لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد. يوناثان هنا أدرك حقيقة بالإيمان. إيه هي الحقيقة دي؟ إن داود هو هيكون ملك. بس خدوا بالكم، هو المفروض مين اللي يكون الملك؟ يوناثان هو المفروض يكون الملك، لكن هو حس زي ما الله كان مع أبويا هيكون إيه؟ معاك. هو حس في اللحظة دي، آمن باللحظة دي بالإيمان إني داود هو الملك الآتي. قال له بس بص، العهد أنا حطيت إله إسرائيل بيني وبينك إنك تقطع معي معروف، لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد، وإحسانك يكون ليا. هو بيقول له كده ليه؟ أصل معروف عند كل الملوك، مع إن شاول كان هو أول إيه ملك على شعب بني، ده كان أول ملك، يعني ما كانش فيه ملوك قبل كده علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، لكن لانه كان عارف الملوك اللي حواليه ايه اللي بيحصل، فهو ابتدى يقطع العهد ويقول له احسان ليا وعن وخد بالك من بيتي. طب بتقول ده كله ليه؟ اصل الملوك اللي بره لما ملك بيمسك مطرح ملك بيعمل كالاتي، بيروح جاي على اولاد الملك اللي فات يعمل ايه؟ يقضي عليهم ايه؟ كلهم يموتهم. فهنا هو لانه بالايمان مصدق ان داود هو ملك، قال له بص بقى في معروف تعمله معايا. ايه هو المعروف؟ انك تصنع معي احسان معايا انا، يعني ما تقضيش ايه؟ ما تقضيش عليا وتموتني، وفي نفس الوقت كمان مين؟ المعروف التاني مع مين؟ مع بيتي، يعني ما تقضيش على حد من عيالي.
فعاهد يوناثان بيت داود وقال ليطلب الرب من يد أعداء داود. ثم عاد يوناثان واستحلف داود بمحبته له لأنه أحب محبة نفسه. يعني عاوز يقول إننا يا داود أنت عارف أنا بحبك قد إيه، وحطيت العهد ده بيني وبينك علشان يكون قائم بيني وبينك، وربنا يطلب لو اتقلبت عليا يطلب ده منك أنت يا داود. طبعا ما كانتش من شمات داود ولا من طبائع داود أن يقتل أصدقاء لي أو أحباء لي أو من أشخاص أعطوله ثيابهم وأسلحتهم، ما كانتش دوت من سمات داود، لكن كان داود أمين لده. لكن ظلت الحرب قائمة ما بين شاول وداود، وظلت المطاردة ما بين شاول وداود، وظل يوناثان بمحبته لداود، ولكن شاول هيبتدي في بداية الآيات من أول 18 يخبي على ابنه كل ما يفعله، بل يشتم ابنه من أجل داود. لكن عاوز أقول لكم كده، هتظل الحرب قائمة إلى نهاية سفر سمائيل الأول ما بين شاول وما بين داود، ما بين الذي يمثل إبليس وما بين داود اللي معنى اسمه المحبوب. وتظل المطاردة ما بينك وما بين إيه؟ إبليس. إبليس هيفضل يطاردك لأنك أنت محبوب للرب، وهيفضل يطاردك بقية عمرك. بس خد بالك، كن صاحي وقول لنفسك بيني وبين الموت خطوة صح لحياتك. ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين.